يعني ما فيش تضرر فيه، يعني ما فيش تضرر في سعادة الطيران. وبدأت سعادة الطيران ان هو لحضرتك من الاول ان اللائحة ما فيش عليها تعديل، ما فيش عليها اي نظرات. فطبعا ده كلام غير منطقي. وبعدين انت ثبتني مثلا النهارده بقى لي 34 سنه بعمل، يعني انت بتثبتني النهارده على حاجات معينه ما بزيدش، يعني الزياده فيها غير محسوسه على الاطلاق بمقابل الجهد اللي انت بتطلبه مني، يعني مقابل الجهد اللي انت بتطلبه مني والمظهر اللي انا بطلبه مني ما فيش مقابل لهذا. فطبعا يعني احنا بنقولش ان دي واحده قصاد واحده انا تديني فلوس اشتغل، لا 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 بالعكس، احنا بنشتغل من غير اي حاجه خالص، واحنا بنطلع على الطيارات وبنشتغل باعداد اقل من المفروض على الطيارات، وبنشتغل بمجهود مضاعف، ولا بنطلب اي حاجه خالص غيرنا بياخد حوافز على اي رحله، حتى لو بدل الرحله انا باخدهاش حوافز، ورغم هذا بشتغل ما بقولش لا.